اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن صديقي الجمال نجم الاهلي السابق في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا يا كابتن. الله يخليك كابتن ميدو، منور بوجود حضرتك. منور كالعاده حبيبي بوجودك كابتن. ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله كابتن. عندنا محاور كتير جدا النهارده، عندنا مباراه القمه اكيد اللي كل الشارع الاهلاوي مستنيها، شارع الزمالكاوي ايضا أكيد. بس احنا عشان كاهلاويه مستنيينها طبعا بفارغ الصبر. فارغ الصبر انت عارف. عندنا السؤال عايز اطرحه على حضرتك في الاول خالص، بقى صعب قوي ان انت تيجي من تحت قوي وانت شايف الخصم بتاعك او النادي المنافس بتاعك على صداره الدوري بينك وبينه بنقط كتير جدا او نقط كتير جدا، وانت عمال تطلع وتحارب وتفحر لغايه لما توصل لانك بينك وبينه نقطتين. شايف الموضوع ده سهل ولا صعب ولا شايفه ازاي؟ هو الموضوع ده طبعا ببارك لجميع النادي الاهلي. الحمد لله انت عارف المسابقه دي البطوله رقم واحد عند جميع النادي الاهلي على مدار التاريخ، بطوله الدوري العام اللي هو عود جمهوره ان هو يكون البطل على طول، بالذات في بطوله الدوري يعني على ما اعتقد دي اهم من الكاس بكتير يعني. فالنادي الاهلي جه من بعيد مش بسهوله، جه بصعوبه، كان في محطات مطبات كتير جدا مر بيها النادي الاهلي. لو اي فرقه ثانيه مرت بالظروف دي صعب جدا جدا كان يوصل الفارق الحمد لله بيننا وبين المنافس 2 بونت، كانوا انسحبوا من الدوري اساسا. كان خلاص يعني زي ما بيقولوا ايه، اي حد تاني كان يعني يسلم. الاهلي عنده روح قتاليه عاليه، عنده فنيات، عنده تكتيك، عنده حاجات كتير جدا الحمد لله استغلها الفتره اللي فاتت وقدر ان هو يلم نفسه ويجمع كل حاجه من جهاز فني، من لاعبين، من الناس اللي موجوده كلها، المنظومه بتاعه الكوره والجمهور العظيم الكبير، لحد ما قرب الفارق وصله ل2 بونت. ودي مش من فراغ لان الاهلي عودنا على كده طبعا. كل ما النادي الاهلي الحمد لله كان بيتفوق وبيكسب المؤجلات كل ما بتسبب ضغط على اي منافس سواء الاول الثالث يعني اي حد بيقرب منك. المفروض يحصل العكس، المفروض يحصل العكس، بس عشان فينا خبرات كبيره متوفره وموجوده وفي مؤهلات عند لعيبه النادي الاهلي وعند المنظومه بتاعه النادي الاهلي، مرينا بظروف اصعب من دي. ساعات كان الفرق 12 واكتر من كده والاهلي كان بيقرب وبيحصل على البطوله الحمد لله. فانا شايف ان دي ايجابيه الفتره اللي فاتت، بس الاهلي تعب على ما وصل للمكانه دي بسبب الاصابات وسبب انت حضرتك طبعا قريب من موجود في المطبخ وعارف ان كان في صعوبات الفتره اللي فاتت كتير، ومن اهمها رقم واحد الاصابات. فالحمد لله الحمد لله الاهلي قدر يتخطى الفتره دي في احسن صوره يعني. كانت الناس مصوره بقى النادي الاهلي هو في المتزايل الدوري، يقول لك النادي الاهلي متزايل الدوري. النادي الاهلي كان لسه حوالي 14 مباراه مثلا او 10 مباريات او 11 مباراه مش فاكر، وخلي بالكم النادي ومش خلي بالكم النادي، وكل جماهير الاهلي مراهنه النادي الاهلي هيوصل عند مباراه القمه يا كابتن صديق للمركز الاول. الثقه دي بتيجي من فين؟ ما دي مش من فراغ، لان يعني زي ما يكونوا شايفين اللي هيحصل، زي ما لعيبه الاهلي عندها خبرات وزي ما المنظومه كلها خبرات، جماهير الاهلي رقم واحد عندها خبرات كبيره جدا جدا. اي واحد اهلاوي كنت بتيجي تساله لما كان الفارق كبير في النقاط يقول لك الاهلي هينافس، لا هياخد البطوله. فدي الاهلي ادى الثقه دي لجماهيره، عشان كده عندهم ثقه كبيره جدا في رب العالمين ثم في لعيبه الاهلي والمنظومه كلها يعني. نفس الكلام اللي انا اتكلمته. اكيد. بتكلم كجمهور في طبعًا. الانترو انا جمهور. طبعا وانا مشجع زيك. انتوا اللي اديتونا الثقه دي ان احنا نتكلم بمنتهى الثقه كده. وانا مشجع زي حضرتك كابتن ميدو، فاللي احنا شايفينه بس احنا اتعودنا على كده، لان احنا عشناها يعني انا وانت عشناها في الملعب وعشناها بره الملعب. احنا دلوقتي بنشجع الاهلي، هو اللي عودنا ان الثقه دي تكون موجوده عندنا. اي حد بيجي يكلمك في الشارع الرياضي بتقول لا ان شاء الله هناخد الدوري هننافس، فدي مش من فراغ يعني، دي ثقه كبيره جدا جدا والحمد لله ان هي عندنا وعند لعيبه النادي الاهلي. اكيد. امبارح كانت مباراه الزمالك والمقاولين، الزمالك قلت افتقد نقطتين مهمين جدا جدا. اكيد. انا عايز بالمناسبه عايز اقول لاحمد الشيمي، احمد الشيمي اتصاب اصابه كبيره جدا في ماتش المقاولين، كانت كسر في الانف يعني. الف سلامه عليك وان شاء الله ترجع بسرعه. احمد الشيمي من الاعمده الرئيسيه لنادي المقاولين وبيعتمد عليه عماد النحاس اعتماد كلي في نص الملعب، ان شاء الله ترجع بسرعه يا احمد والف سلامه عليك. هو في المستشفى من امبارح. ربنا طبعا كان لازم نسلم عليه كويس. اكيد اكيد. ذكرنا ان شاء الله تكون خفيفه، لعيب عنده مستقبل كبير قوي في الكوره باذن الله. ان شاء الله تكون اصابه خفيفه ويرجع تاني للملعب. بوكس محترم من ابو السعود بس طلع جون يعني. معلش يا احمد طلعت جون كنت تستاهل البوكس. اكيد بوكس غالي جدا. بوكس غالي لان هم خدوا نقطه طبعا غاليه جدا
والمقاولين قدم مباراه كويسه. مين خد نقطه غاليه؟ المقاولين خد نقطه غاليه من المباراه. تمام. مع الورق قبل المباراه كل الناس تقول المنافس هيكسب والزمالك هياخد 3 بونت كبيره جدا او عام مباراه كبيره. ما احنا ما اختلفناش. بس لما تاخد بونت في الظروف دي كان ممكن المقاولين يكسب كمان، كان هيك. وممكن الزمالك يكسب. بس هي العرض قوي تتحسب المقاولين. ليه؟ المقاولين بيلعب لا ينزل ولا يطلع، بس لعب اداء جيد. اداء رجولي، لعب بتاكتيك كويس جدا. انا بحيي كابتن عماد النحاس انه برضه رغم ظروف المباراه والمتغيرات بس كان متماسك وبيغير طريقه اللعب اثناء المباراه، وعنده تاكتيك كويس جدا. فعشان كده ربنا ما ضيعش تعبه مع الفاضي وخدوا بونت. بقول للزمالك اكيد هيحصل مطبات كتير. حضرتك لسه في مباراة كتير. لسه بدري. والملعب يعني فيه بتاع حوالي 13 مباراه. فاكيد هيبقى في متغيرات الفتره اللي جايه. بس انا طبعا بحيي المقاولين لان النتيجه ايجابيه لينا احنا. عشان كده بحيي المقاولين. اكيد. النقطتين اللي بقوا بين الاهلي والزمالك بيزودوا صعوبه المباراه، ولا انت شايف المباراه اصلا بتبقى بعيد عن اي توقعات؟ انت لعبت اهلي وزمالك قبل كده؟ الحمد لله لعبت حوالي 4 مباريات. في 3 لعبناهم في شهر واحد، كان في مؤجلات زي الظروف اللي احنا بنمر بيها دي. كان ماتش الدور الاول متاجل، دخلنا على الدور الثاني فلعبنا الماتشين، ولعبنا قبل نهائي كاس مصر. فالحمد لله مريت ولعبت بعد كده. السنه اللي بعديها حوالي 35 دقيقة مع الكابتن سايس الله يرحمه يعني. فظروف المباراة دي بتختلف عن أي مباراة. ملهاش دعوة ترتيب الجدول، مين أول، مين ثاني، مين خامس، سادس، ليها ظروفها الخاصة. مباراة قمة، طول عمرها قمة بين الأهلي والزمالك، خارج التوقعات. بس في فترة من الفترات كانت التوقعات كانت بتبقى موجودة لسبب قوة فريق النادي الأهلي. أيام مستر جوزيه. تمام. تيجي تسأل زملكاوي يقول لك لا أنا اتغلب 1-2-3. الفترة دي لما تيجي تسأل هتلاقي الفروقات قريبة مع الورق حسب ترتيب مباراة في الملعب الجدول. عايز تقول مباراة في الملعب، لأن برضو الفرقتين فيهم عناصر مميزة، فيهم قوة متساوية سواء في كل الخطوط. إن شاء الله تبقى مباراة كبيرة. بس التوقع صعب التوقع، بس إحنا التمني النادي الاهلي ان شاء الله يكسب. أكيد. ونعوض الفارق، وباذن الله البطوله اللي احنا بنلعب نسعى عليها تبقى من نصيبنا. لكن الحاله المعنويه اللي واصل لها لاعب النادي الاهلي مع كمان الاقناع بالاداء الفني اللي بيعمله لاسارتي مع النادي الاهلي، وكمان اقناع الجماهير بشخصيه لاسارتي اللي اقنع بها معظم الاهلاويه بصراحه في المباريات القليله اللي فاتت، دي تدي له حاله معنويه كبيره جدا في مباراه قمه بحجم مباراه القمه. اكيد اكيد دي بتدي باور للمدرب، تدي باور للاعبين يا كابتن ميدو، على اساس ان الفرق قريب. الاهلي الفتره اللي فاتت كان ممكن اي حد كان متصعب عليه المباراه بتاعت الزمالك، بس الاهلي وصل لجاهزيه كويسه جدا جدا فنيا بدنيا. عوده المصابين، الاهلي المدرب بسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره في الملعب بيؤدي اداء تكتيكي عالي جدا وخططي، ونتائج كمان هي اللي فرقت مع النادي الاهلي بسبب الاداء الجيد وعوده الناس اللي كانت موجوده لبعيد. من اهم المكاسب. من اهم المكاسب اللي شفتها الفتره اللي فاتت تحديدا. مكاسب كويسه جدا جدا، زي مثلا رمضان، ناصر ماهر، محمد هاني، كل الناس اللي ندفد كريم، كل الناس اللي هي بتبقى بعيد وتقرب تبقى مكسب. الشحات، انا سعيد جدا جدا لما الشحات احرز هدف المباراه الاخيره. هدف جميل. مباراه يعني ايه مصريه ليه هو في الثقه، انما هو عنده كوره مش موجوده عند حد، من احسن لعيبه الكوره في مصر. بس الجون ده يرجعه كتير قوي قوي، حتى شفت بعد ما جاب الجون انفعل. هو عنده طاقه، عنده كوره، عنده امكانيات عاليه. حس ان في ضغوطات اعلاميه وفي حاجات غصب عنه اي حد يتاثر بيها، بس الجون ده باذن الله هيرجعه لحالته اللي النادي الاهلي جابه عشانها. لعيب منتخب كان مكسر الدنيا مع النادي العين الاماراتي، هو هنا في مصر كان عامل حاله كبيره جدا جدا فنيه عاليه مع المقصه. فأهم المكاسب الفترة الأخيرة أكتر من لاعب، عودة برضو علي لطفي. أنا سعيد جدا لما نزل المباراة اللي لعبها الأفريقية، عمل مباراة كبيرة عشان برضو نديله حقه. بالزبط. عشان الحراس لما تحس إن في منافسة يبقى أنت محتار تلاعب مين، يبقى عندك ثقة كمان في أي حد. لو الشناوي مش موجود شريف موجود، شريف مش موجود علي لطفي دلوقتي يلعب، لا قدر الله في أي حد للحراس يلعب، لأنه حارس جيد جدا جدا. ودي تتحسب برضه للكابتن طارق سليمان. اكيد. فلعيبه الاهلي الفتره اللي فاتت بالنسبه للجهاز الفني خد مكاسب كتيره وكبيره من المباريات اللي لعبوها، من المؤجلات
ظهر له أكتر من عنصر بمستوى راقي ومستوى جيد عن ما المدرب مسك. كان في ناس بعيدة جدا جدا، وإن شاء الله برضو عشان ما ننساش حسام عاشور يرجع. وأنا سامع حضرتك بتقول في مباراة المباراة الودية وليد سليمان كمان، بتتكلم أنت على وليد، أنا سمعت بتتكلم على وليد. المباراة دي اللي جاية ودية أو مباراتين برضو تجهز بعض اللاعبين اللي هم ما كانوش بيشاركوا بصفة أساسية، زي برضو الشحات والمجموعة دي. في ماتشات بيلعب نص ساعة، بتلعب تايم، لا في ماتشين يجهزوك قبل لقاء القمة. يبقى الراجل المدرب عنده رؤية في الاختيارات كبيرة، ما يبقاش مرتبط بعدد معين من اللعيبه، وكله بيصب في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. بالظبط. ساعات الاصابه كابتن بتجيلك في الوقت اللي انت محتاجها فيه. سبحان الله. يعني ساعات بقى عليك حمل بدني كبير جدا، مش عارف تريح، وانت كلاعب كوره عايز تلعب. ساعات كويس. الاصابه بتجبرك ان انت تريح راحه سلبيه، انت بتبقى في امس الحاجه ليها. دي تمثلت في عنصر من النادي الاهلي زي وليد سليمان. وليد جه الفتره الاخيره دي كان بيلعب على طول بصفه اساسيه، كان بيكسب النادي الاهلي، كان في احسن قواه البدنيه والفنيه، كان مميز. حتى كل الناس طلبت، يعني انا من ضمن الناس، كان لازم يروح المنتخب، ما ينفعش يكون بعيد عن المنتخب. بس بقى في حمل زياده جدا عليه، لان برضو انت عارف يعني حته السن برضو، كان بيشارك بصفه اساسيه في البطولات الافريقيه وفي الدوري، فلما اتصاب يمكن دي تكون خير ليه برضو. محتاج الراحه. متمثله برضو من بعيد لاحمد فتحي، ان احمد كان عليه ضغوطات كبيره، منتخبات مع النادي الاهلي، كاس، دوري، بطولات عربيه، ما كانش بيريح خالص. فيمكن دي تكون خير ليه، ان هو يكون الفتره دي ترجعه يستعيد، يعني يسترد عافيته ولياقته البدنيه، هيرجعوا هيبقوا في حاله كويسه جدا جدا في الملعب. طبعا ونجيب برضو ربنا يشفيه، بس نجيب كانت اصابه خارجه عن ارادته، يعني كان عامل عمليه، ان شاء الله لما يرجع هيبقى اضافه لخط الظهر للنادي الاهلي. اكيد زي ما حضرتك بتقول، بتتكلم في عناصر كلها نادي الاهلي محتاجها، بتتكلم في احمد فتحي قوه ضربه، لعيب ولا اروع اي مدرب يتمناه في الدنيا كلها، وجوكر، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله، لان بإذن هو الله. لعيب مجتهد بشكل كبير جدا جدا. اكيد اكيد. لكن سالتك قبل كده على سارتي، وقلت لي انا ما بحبش احكم في البدايات. احنا وصلنا لمرحله يعني نوعا ما ممكن تشوف لسارتي فيها، عندك افريقيا شغالين فيها كويس، لكن بره مش كويسين. شايفها ازاي؟ بره ملعبنا، قصدي بره افريقيا، بره الاداء بيبقى في مصر غير الاداء خارج مصر. بالظبط. حضرتك لعبت افريقيا طبعا كتير، عارف الاجواء الافريقيه. هو فعلا هو في ظروف مرتبط باجواء افريقيه، اكيد مرتبط بالاجواء، في متغيرات. المباريات اللي هي الخارجيه غير المباريات اللي تبقى في القاهره، من فيها عناصر كتير متغيره، زي مثلا عامل الطقس، عامل الجو، وظروف المباراه اللي انت بتلعب فيها. يعني الاهلي برضو كان في ضغوطات عليه، كان عايز بنت من المباراه بتاع فيتا كلاب عشان الدنيا كلها ترتاح ويصعد. فهو ممكن وجهه نظره الفنيه ان مثلا مش نازل يتعادل او نازل يتغلب، بيلعب بحرص ان هو كان ياخد البنت عشان يريح لعيبه النادي الاهلي، والفتره اللي جايه يشتغل بارتياحيه، ما بقاش في ضغوطات عليه. فدخل فينا جون بالغلط، غيرت اتجاهه، مش هو مش نازل يتغلب. فبيبقى في متغيرات بره، الاداء بيختلف مع المدرب لما يكون ماسك فرقه جديد، غير ما يكون بقاله عدد مباريات كبيره. اكيد الرؤيه بتبقى واضحه ليه اكتر، بيقف على كل مستوى اللاعبين، حافظ كل لاعب وامكانياته الفنيه، وبيقف على مستواه. في لعيبه تكتيكيه ممكن لعيبه في اكتر من مكان، في لعيبه بتادي في مكان معين، في لعيبه بيبقى ناقصها بعض الحاجات في الملعب هو بيشتغل عليها، بحيث ان هو يزودهم لما يجي يعتمد عليهم. زي مثلا مروان، في فتره كان بعيد، الراجل صبر عليه، اشتغل معاه. دلوقتي مروان في احسن حالاته بدليل المباراه الاخيره، اكتر من لاعب. الناصر لما كان بيديله، سبحان الله، مروان كانت الجماهير زعلانه منه شويه، ميدفيد كانت الجماهير زعلانه منه شويه. ايوه. دلوقتي لما بيغيبوا الاثنين الجماهير بتقلق، بيخافوا اساسا، عايزينهم موجودين على طول. دي محسوبه يا كابتن ميدو للمدرب، ان بخدوا عدد مباريات، الاحتكاك قوي، صبر عليهم، وكل واحد عنده امكانيات. المدرب بيبقى مديله فرصه، بيتيح له ان هو يؤدي ويبدع، وبيديله مهام في الملعب تكتيكيه في حدود امكانياته، وتخليه حتى في الملعب مميز، وبيعلى اللعيب طبعا اللي عنده كوره وفنياته عاليه. كل لعيبه الاهلي عاليين جدا، عندهم فنيات. جميل قوي ان انت بتقول تتحسب للمدرب طبعا، لانها ممكن تحسب للمدرب بالسلب او بالايجابي، او بالايجابي الا هيكرر اداء اللعيب في الملعب. انا قلت قبل كده ان مروان من كتر ما كوبر لاعبه ديفندر اساسا، مش مهاجم، بقى عنده الحالات الدفاعيه من اولوياته، كان لازم يتحرر منها شويه، بعده على الصندوق منها شويه. بالظبط. ايوه، اول ما تحرر منها اشتغل، بدا
الناس تشوف مروان اللي هو مروان بتاع الاسماعيلي، قدراته تطلع بالزبط. تطلع بالزبط. اللي هو مروان محطه كويسه جدا بالزبط. هو لما اشتغل يعني في الماتش اللي فات كان في جملتين يا كابتن ميدو اشتغل عليهم، سجل الهدف ويشارك في الهدف بنسبه 90% اللي معلول لعبها بالعرض، ما هي دي كانت جمله من ورا من عند ايمن اشرف، هو كان بيشارك برده في واحده استلم ولف وباص وراح قطع خد مساحه، خلق مساحه مع زمايله. الجون اللي هو جابه استلم عمل الاستلام بدوران جون لعيب كبير، دي المكان بتاعه الصندوق، جون لعيب كبير وده الفرويد، المفروض ما يطلعش من الحته دي ويصبر، بس دي بتاعت مدرب انك توظف له الناس اللي هي بتخدم عليه في الملعب، يوصلوا الجمله لغايه عنده، هو الفينش بتاعه لانه اوريدي هو بيسجل، هو انما هيسجل ازاي لو انت بعدته عن الصندوق ونزلته نص الملعب. فهو دي من مكاسب برضو الفتره الاخيره مروان، واتمنى له التوفيق يعني مهاجم مصري يعني رقم واحد. كنت من زمان بشبه مروان بكابتن الكبير محمد رمضان، مش عارف ليه بس يعني كان تشبيهي في دماغي كده، كنت بشوفه فيه. لكن لسارتي لغايه دلوقتي الحمد لله على اول مجموعات المجموعه الافريقيه وخلاص ان شاء الله هنقابل سان داونز المباراه اللي جايه، وان شاء الله مباراه الزمالك ان شاء الله تصدر قمه الدوري العام. تعال نشوف مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله دوري عام، وان شاء الله نعدي سان داونز ان شاء الله نطلع الادوار النهائيه في افريقيا. تعال نشوف تقرير عن راي الجماهير الاهلاويه في قرعه بطوله افريقيا، ونرجع نتابع مع حضراتكم كابتن صديق كمان. والخطيب يرقص وراس واحدتين وهيجيب جول يا جول، كاس افريقيا مع ابطال النادي الاهلي. لبنان طاهر ابو زيد وبيحط طاهر البطل لا ينظر أبدا إلى اسم المنافس، الباحث عن اللقب جاهز دائما للجميع. النادي الأهلي اعتاد دائما أن يكون البطل الذي لا يعرف له موضع إلا منصات التتويج، وذلك مهما كانت المعوقات والصعوبات. فقد جاءت الرياح بما لا تشتهيه سفن النادي الأهلي في قرعة الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعته في مواجهة الطرف الأفضل ضمن الأندية التي احتلت المركز الثاني في دور 16 وهو فريق سان داونز الجنوب إفريقي القوي. رغم قوة سان داونز إلا أن مسؤولي الأهلي ولاعبيه رفعوا راية التحدي، أعلنوا جاهزيتهم لمواجهة العملاق الجنوبي في إطار سعيهم لمعانقة الأميرة الإفريقية هذا العام بعد أن هربت منهم في العامين الأخيرين في المباراة النهائية. التاريخ يقف مسندا للقلعة الحمراء في المواجهة المرتقبة مع سان داونز، حيث سبق أن التقى الأهلي مع منافسه في أربع مباريات من قبل، حقق الأهلي الفوز في مبارتين وتعادل في مثلهما. كانت آخر مواجهة بين الفريقين في دور 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، وتعادل الفريقان ذهابا بهدفين لكل فريق، وسجل للأهلي حين ذاك نجمه الزئبقي محمد بركات والأنجولي أماد فلافيو، قبل أن يحقق الأهلي الفوز في الإياب بثنائية نظيفة. وشادي شادي جول جول جول. اللقاء يتجدد الشهر المقبل بين الأهلي وبطل نسخة 2016 من البطولة عملاق جنوب إفريقيا سان داونز، الذي حقق اللقب حينها في أرض مصر على حساب الزمالك. المارد الأحمر بخبراته الكبيرة وجماهيره الوفية جاهز لكتابة السطر الأخير في رحلة منافسته بالبطولة هذا العام. والخطيب يرقص وراس واحدتين وهيجيب جول يا جول، كأس أفريقيا مع أبطال النادي الأهلي. لبنان طاهر أبو زيد وبيحط طاهر اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم مع كابتن صديق الجمال. كنت عايز تتكلم على مروان لا حضرتك بتتكلم على مروان وعلى كابتن محمد رمضان، وفي تقارب يعني حتى وجهه نظرك صح بالنسبه للتهديف، بالنسبه للاداء كابتن رمضان كان هادي برضه وكان قناص ثعلب
تعلم كان بيبي وان صعبه جدا. ايوه مروان ما شاء الله برضو ايه قريب منه وعنده كتير اللي قدمه للنادي الاهلي مروان ان شاء الله باذن الله. شايف مباراه الاهلي وسان داونز هل هي مواجهه كانت المفروض تبقى متاخر شويه ولا هي جت بدري احسن ولا شايفها ازاي؟ هي بص الاهلي طبعا بيلعب على البطوله الافريقيه يلعب مع سان داونز يلعب مع اي فريق غير سان داونز الوداد اي حد الاهلي بطل البطل ما بيفكرش هيلعب أكيد مين أكيد. بس هي بتبقى بتدي ارتياحيه برضو لما يعني انت لو جالك الحريه الكيني في الاول غير مثلا ما يجي لك سان داونز بس انا متاكد ان المجموعه الفرقه دي غير الفرقه اللي لعبناها قبل كده يعني احنا كان في مقابله قبل كده مواجهه ايام ابو تريكا كنا تعادلنا هناك على ما اعتقد 1-1 وجينا هنا كسبنا 2-0 احنا لعبنا جنوب افريقيا 4 مرات كسبنا مرتين وتعادلنا مرتين لا سان داونز كان 1-1 ملعبهم ابو تريكا جاب جون كان فاول على ما اعتقد وجينا في القاهره كسبنا 2-1 ابو تريكا واحمد عبد الظاهر لما كسبنا 2-0 على ما اعتقد يعني فاحنا هم اكيد اي فرقه بتعمل للنادي الاهلي حساب كبير والاهلي فيه ميزه كويسه سواء في البطولات الافريقيه او في المحليه او اي بطوله يشارك فيها بيحترم الخصم مهما كانت قوته زي سان داون زي الحريه زي اي فرقه يلعبها هو زي الوداد طبعا وداد فريق كبير شايف مين اقرب منافسينا يا كابتن؟ ما بص حضرتك انت تخطي الدور ده تبص على اللي بعده بس انا شايف باذن الله ان نتخطى سان داونز انا متاكد ممكن نلعب مع الوداد لان الوداد اكيد خبراته اعلى من الحريه الكيني انا بتمنى طبعا رقم واحد النادي الاهلي في النهائي في البطوله الافريقيه ويحقق يا رب باذن يا الله رب. الهدف المرجو منه ان احنا نرجع لكاس العالم للانديه تاني يبقى رقم واحد. شايف الموضوع صعب ولا سهل؟ هو صعب وفي نفس الوقت ايه؟ مفيش سهل عموما الكوره الكوره السهوله دي ممكن ننطقها بتيجي على لسان واحد يقول لك سهوله بس في الملعب مفيش سهوله خالص. انت بتلعب مع فيتا كلوب ومثلا الدنيا ماشيه كويس ويجي فيك غلطه ممكن لا قدر الله تبقى نتيجه عكسيه عليك. لما بتهتم وتاخدها بجديه باذن الله انت اللي بتسال عن نفسك انما قبل اي لقاء ما تقولش سهل بس ممكن يبقى خلص. سهل وانت جوه بالظبط لما تكون انت محترم الخصم تؤدي بقوه وانت عندك مؤهلات كلاعبين وجهاز فني ان انت ان شاء الله تكون كويس جدا جدا وتخطي اي عقبه قدامك فنتمنى باذن الله النادي الاهلي يخطي الدور ده ويخطي برضه الوداد باذن الله ويبقى موجود يحقق البطوله باذن الله. تمام سالتك على مستر مارتن لاسارتي ما نسيتش السؤال خلي بالك بس انا قلت افكرك بالنتائج الافريقيه وافكرك بالنتائج المحليه لغايه دلوقتي شايفه ازاي؟ كاداء هو لغايه دلوقتي لما تيجي تقيم مدرب اي مدرب في الدنيا كل الناس بتقيمه بالنتائج يعني في حاجات بتبقى فنيات وفي عنده تكتيك كويس جدا جدا بس ما بيحققش الهدف المرجو منه يعني مثلا مدرب بتاع وادي دجله بيلعبوا كره كويسه جدا بيبنوا الهجمه من تحت وتحس ان فرقه كوره لو حد مش مصري بيتفرج عليهم اول مره يفكرهم في الترتيب مثلا تاني تالت بالظبط انما لما تيجي تشوف على النتائج هم بعيد لان النتائج هي اللي بتفرق بس لما يكون نتائج واداء تحسب للمدرب المدير الفني الهيد كوتش هو لغايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله نجح مع النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك في السابق كسب كل المؤجلات في بعض اللعيبه دخلها بقت فورمه كويسه يعني بيساعد اللاعبين اللي هي كانوا بعيد بيعطاهم الثقه اعطاهم مهام كويسه في الملعب هو ليه تكتيك معين بيطبقه على لعيبه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي اكيد تساعد اي مدرب لانهم كفاءه وعندهم مهارات وعندهم خبرات كبيره بس هو برضو البصمه بتاعته واضحه بالنسبه للنتائج والاداء الفتره الاخيره بدليل اللي هو الحمد لله قرب الفارق بينه زي ما قلت لحضرتك فرق نقطتين ما كل ده جاي من ايه مش من فراغ شغل في الملعب اداء صعب جدا ونتيجه النادي الاهلي عمله ده صعب جدا طبعاً. جدا على اي فرقه كابتن ميدو لو ما يكون واحد عنده اصابات 10 انا في فرق في الدوري لو شلت يعني في فرقه لو شلت منها ثلاثه منهم مثلا مش عايز اقول طبعا عشان ما قللش من حد بيت اللعيبه اللي في مصر في فرقه لو شلت منها 2 لعيبه مش هتلاقيهم انت واخد بال حضرتك يعني في مراكز معينه اقول لك على المراكز بس ما اقولكش اللعيبه في هاف ديفندر في فرقه لو شلته في المحور وجنبيه واحد صانع العاب لو اتشالوا الفرقه دي ضاعت انت تشال من عندك الديفندر وتشال من عندك محور عندك فرقه كامله تشال من عندك قلب الدفاع حراس مرمى لا استنى بس اقول لك اتشال فرقه كامله من كل اول حارس المرمى لغايه الاسترايل الفرويد بتاعك برافو عليك كانوا كلهم مصابين والله بجد والحمد لله اتكلمت في الموضوع ده كتير والحمد لله ان برضه الاهلي تماسك
ولم الفرقه ووصلوا لحاجه اي حد يتمنى كان يوصل لها في الظروف اللي كانت حواليهم من معوقات اللي حصلت. هي رقم واحد كانت الاصابات، صدقني ده من عند ربنا برضو ان شاء الله ربنا يشفي. اتكلم في نقطه مهمه قوي مش عايز اعديها، اللي هو شخصيه الاهلي بصرف النظر عن لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي طبعا احسن لعيبه، انا شايفهم احسن لعيبه في العالم من وجهه نظري وهفضل شايفهم كده على طول مهما كان مستواهم ايه. لكن بتتكلم على شخصيه الاهلي، الحمد لله لعيب يتصاب ينزل لعيب يلبس السنه الحمراء، دي اللي موجوده تلاقي الاهلي كسب. شخصيه الاهلي، شخصيه الاهلي اللي هو في المركز الاخير يا كابتن واللي في المركز الاول والثاني خايفين خايفين الاهلي يقرب. صح. اول ما الاهلي يقرب تلاقي النتائج الدنيا خايفين. برافو عليك. الشخصيه موجوده على مدار التاريخ، ملهاش دعوه بافراد، ليها دعوه بالنادي الاهلي، اسم النادي الاهلي. الشخصيه موجوده، واي حد بيرتدي التيشيرت الاحمر بينزل كانك بقالك 100 سنه في النادي، لان انت جاي عارف ايه المطلوب منك. بياخد قوته من التيشيرت بتاعه. ما هو عارف ايه المطلوب منك. بالظبط. من التيشيرت، من جماهير النادي الاهلي والمنظومه كلها، انت بتخش تحس ان انت الاهلي بيقويك، الاهلي قوي، انت بتقوى معاه وبتقوي الاهلي طبعا بمستواك وبالتزامك بالقوه اللي عندك، بس الاهلي بيديك باور غير اي نادي تاني. اكيد. فاللي يا بخته اللي بيكون متواجد في المكانه دي. اكيد. لكن الشخصيه اللي بدا النادي الاهلي للعيبه اللي بتمثل في عراق النادي الاهلي في التيشيرت بتاعه وفي اللون بتاعه، لازم المدرب برضو يبقى في شخصيه في نفس الاتجاه، بحيث احنا بنتكلم في حاجه بصراحه. يعني انا هفضل افتكر الموسم ده الاهلي كان جاي من تحت قوي 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 وطالع، ما كانش حد متوقع. سيبك من التوقع كمان تحديات كبيره جدا عمال تاخد في ظهرك وفي جنبك وفي وشك وبتقوم وبتنفض هدومك تاني وبترجع وبتحارب لغايه لما وصلت خلاص انت فاضل لك ماتش على ان شاء الله اعتلاء قمه الدوري العام. فشخصيه المدرب برضك اكيد كان ليها دور، ولا شايفها ازاي؟ قول لي برضك. لا، شخصيه المدرب شخصيه كويسه جدا. الاختيارات في الاول النادي الاهلي كان موفق فيها جدا كمجلس اداره، لان هم لما يجي يجيبوا مدرب لازم تجيبه على المستوى عالي جدا، يكون سي في قوي، وخلي بقى السي في على جنب، شخصيته تكون قويه. يعني دوت شخصيته شايفها اقوى من المدير الفني اللي كان قبله، واخد بال حضرتك؟ بيبان سواء هو على الخط في تركيزه في اهتمامه بالمباراه في تغييراته، الشخصيه بتفرض نفسها. ما انت لما يكون المدرب اللي معاك كابتن اسم وشخصيته قويه صعب جدا ما تنفذش المطلوب منك. اكيد. صعب جدا تتراخى، مش هتلاقي نفسك لو المدرب مش قوي زي شخصيه النادي الاهلي، كان ممكن حاجات كتير سقطت منه اثناء المباريات اثناء قيادته للنادي الاهلي. فالاهلي كان موفق في اختيار المدرب ده بشخصيته القويه ببرضه السي في بتاعه العالي بامكانياته الفنيه، وكل ماذا بيتفوق اكتر كل ما بيفضل فتره كبيره مع لعيبه النادي الاهلي هيحقق نجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه، وبرضه شخصيته بتقوى اكتر ما هي قويه، لان النادي الاهلي برضه بيساعده. اكيد. ولو شغال في مكان تاني وما فيهوش منظومه احترافيه كان ممكن يتعادل في ماتش يتعادل في ماتشين لا قدر يحصل هذا يلاقيه بره. فالاهلي زي ما عودنا وعود الناس كلها، التزام، مبادئ، قيم، دي بتترسخ في اي حد يكون متواجد هتبقى فيه الشخصيه دي. اكيد. فهو هو المستفيد الاكبر، لان برضه هتضيف له في السي في بتاعه ان هو درب النادي الاهلي. اكيد. زي زي ما كان مانويل جيزي كان موجود. اكيد. شوف النادي الاهلي ضاف له قد ايه، زي ما هو ضاف للاهلي، بس النادي الاهلي ضاف له كتير على الساحه الافريقيه والعربيه، وراح ثالث العالم وعمل انجازات كويسه جدا. اكيد اكيد. النادي الاهلي لازم يضيف طبعا. طبعا. اتكلمت في العموم على كذا لعيب انت سميتهم بالاسم، لكن انا هسالك على لعيب او اتنين بالكثير قوي لفتوا نظرك في الفتره الاخيره من النادي الاهلي. او كان ليهم تاثير ايجابي في اداء النادي الاهلي. غير اللعب كمجاميع، مين لعيب او اتنين لفتوا نظرك قوي الفتره الاخيره؟ هو طبعا رقم واحد محمد هاني، لان محمد هاني الفتره ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. محمد هاني بعض الفترات كان النقاد وجماهير وبعض الجماهير سواء من النادي الاهلي او بره النادي الاهلي ما كانوش متوقعين انه يوصل للمستوى العالي جدا ده، مستوى فني ومستوى تكتيك ومستوى بدني، يعتبر وجهه نظري انا احسن باك رايت حاليا موجود في مصر، طبعا لان احمد فتحي كان بعيد. قدم اداء ولا اروع. برضو كريم ندفت برضو من ضمن نفس الشخصيه متقاربه مع محمد هاني، جه من بعيد كريم كان عليه زوم لما كان بينزل انه مثلا هيبدا لا مش عارف ايه لا بقى يبدا، خد مهام كتير في الملعب، تفوق على نفسه بدليل برضو الارتياحيه اللي خدها كبير جدا جدا، تجديدهم للنادي الاهلي اعطاهم باور يا كابتن ميدو،
والثقة زادت أكتر، أن أنت لما برضه بتجدد تكون مرتاح، عارف أن أنت موجود من ضمن اللعيبة اللي بيعتمدوا عليها في النادي الأهلي، وأن أنت متواجد فأبدع. فمن ضمن اللي لفت نظري جامد جدا أكتر اتنين. أنا بحقيقي ولا غلط كلامي؟ لا أنا معاك، بس في ناس تانية ما نفخش حقها. أكيد أكيد. عودة ناصر ماهر برضه لما ابتدى يشتغل بقى إضافة للنادي الأهلي. عودة أغيم الإصابة، أغيم يعتبر أنت ما كسبتوش، إحنا متعودين إن هو لعيب كبير ولعيب محترف لازم يكون فيه الصفات دي، بس بكلمك على اللي هم موجودين من الأول، فدول كانوا بارزين قوي. طبعا رمضان وكمان دورهم بارز كمان يا كابتن في فترة أنت مضغوط فيها، خلي بالك مش أي حد يستحمل الكلام ده. مظبوط. وهم سنهم صغير، عشان كده بقول لك يعني أنا معاك جدا، وقفنا عند دول لصغر سنهم والضغط الفترة اللي هم تألقوا فيها. أكيد أنا بأكد كلامك كابتن ميدو، بالبلدي بالبلدي للجماهير كلها يعني، إن دولت شالوك في وقت كان المفروض يشالوك فيه، فالضغوطات اللي كانت عليهم رغم سنهم الصغير اتحملوا الضغوطات وأبدعوا وقدموا مردود جيد جدا جدا اللي فيه بعض الناس ما كانش متوقعينه. بالظبط. فلازم دول اتحط تحتيهم كذا خط. بالزبط. ودول مستقبل النادي الأهلي طبعا، مع عودة رمضان لمستواه اللي احنا متعودين عليه هيفرقوا جنب مع النادي الأهلي. حسين الشحات بإذن الله الفترة اللي جاية أنا بتنبأ له ومتوقع له هيبقى من أفضل لعيبة الكورة في مصر. حسين لعيب بإذن الله جميل، لعيب عنده مميزات كبيرة جدا. حسين مشكلته إن هو مشجع قبل ما يكون لاعب كورة، خلي بالك بحب النادي الأهلي جدا. الموضوع ده يحملك من الأعباء كتير جدا، أنت تبقى مشجع قبل ما تكون لاعب كورة كده، حضرتك عارف يا كابتن، فبقى نازل شايل كل حاجة على كتافه، عايز يعمل كل حاجة. قلت له انسى دلوقتي انت مشجع علاوي، انت لعيب كوره وخلاص، انت بقيت معشوق للجماهير قبل ما انت تيجي باللي انت عملته قبل كده. كويس. انت قلت انا بايع كل حاجه واشتريت النادي الاهلي، فانسى شويه وحرر نفسك عشان تعرف تدي لعبك. صح. تدي شكلك انت. لكن هو بينزل هنكسب وانا خايف مش عارف نعمل ايه والجماهير هتبص، دي ضغوطات عليه هو كتير. عشان كده ما بيقديش المطلوب منه. لو زي ما حضرتك تفضلت هيبقى مميز جدا جدا لو عمل بالكلام اللي انت تقول عليه، يفصل ويركز في الحته دي. برضه السوليه من ضمن الناس اللي كانت مميزه جدا عليه. جدا ما شاء الله الفتره عليه. الاخيره ادى اداء جيد جدا جدا جدا. انا قلت لك اسمين بس غصب عننا مش عارفين نقول اسمين، ما ينفعش ايه احنا مش بنجاملهم، لازم تدي كل واحد حقه. شناوي هتلاقي شناوي، وبقيه الناس بقيه شريف لما جه لما انت احتجته لقيته قبل ما يتصاب. بالظبط. علي لطفي معلول يعني برضو ايه تفوق على نفسه، ايمن اشرف، كل سعد سمير، هو معلول يبعده عن الحته الدفاعيه هتلاقيه ما حصلش. كابتن التلت الاخراني ما تحطوش في الحته الدفاعيه، التلت الاخراني بتاعه في الحته الدفاعيه، التلت الاخراني بالظبط كده بتاع معلول. انت كنت تلعب في الحته اللي فوق، انا كنت بلعب في المكان اللي فوق، ده عشان تبدا فيه لازم تتحرر، ما تاخدش ضغوطات عليك في الحته الدفاعيه. في مباراه دفاعيه تكتيكيه تكون مع المنتخب مع النادي بتلعب فريق قوي جدا جدا هيبقى تطلع فوق بحساب، انما الماتشات اللي هي بتبقى في المتناول اديله التلت الاخراني وحرره. شفت المباراة الأخيرة؟ ولازم نثني على مين في الحتة دي يا كابتن؟ دي بتاعت الهيد كوتش. لا يعني بالنسبة للتألق الواجبات ما دي بتاعت المدرب. لا أنا ماشي أنا معاك، أنا بتكلم في جوه الملعب بقى. المدرب عمل خلاص وقال تعليماته وقال تشكيلته وقال الأدوار. كويس. عشان تتحرر علي معلول هتدي واجبات دفاعية كبيرة جدا للي هو بيلعب الطرف الثالث اللي هو رمضان أو حد من الديفندرات. أكيد. أو واحد من الاثنين المحور أو حد من الطرف الثالث. اللي هو قاعد بيهاجم وحاطط رجل على رجل إن في اثنين ورا مش هي في مساندة. بالظبط. كويس. فلازم برضو نثني على دور رمضان بصراحة حاجة ما شاء الله ما شاء وفي الله. وفي حتة تكتيكية ممكن ما حدش واخد باله منها. اتفضل. أو أكيد لا حضرتك واخد، أغلبية اللي في مجال الرياضة أكيد واخد باله منها. لما أنت بتيجي تلعب أي فرقة بتلعبها بفرود واحد ممكن احنا بنلعب اثنين في قلب الدفاع، ايمن اشرف ممكن يتنطر على الشمال بياخد بيقابل الراجل بالزبط. بيبقى معلول فاضي بيشتغل في الحته دي لان اللعيب اللي فوق هيقابله واحد فوق من عندنا، لما ياخده ويخش لجوه يبقى في مخلق مساحه لمعلول اشتغل فيها. يعني كان مميز جدا المباراه الاخيره اكتر من جمله، انا بشوف الاجوان ما بشوفش ساعه تسجيل الهدف، احنا بنركز بدات منين الهجمه بالزبط. في كوره ايمن اشرف لرمضان لمعلول الكروس اتعمل اتلعبت مروان جون، لما يكون انت تجيب جون ويكون اربع لعيبه مشاركين فيه ده تكتيك عالي جدا جدا من المدرب، في ابداع من اللعيبه بس برضو يكون في تحرير في بعض الوظائف، انما انت لو جيت الزمتني بحاجه معينه هتبقى كلها دفاعيه، صعب يا كابتن ميدو ان انا اادي بقوه جدا في الحته اللي فوق لان مطلوب مني مهام. فهو عشان مميز لعيب محترف، وبعدين الاوفر ما شاء الله الاختراقات، وبعدين في يعني هو بصراحه وبعض في لعيبه في مصر بيبصوا قبل ما يلعب الكره بالعرض.
فلما تبص بتطلع نموذجيه سواء كانت على الارض لازم طبعا الكره الحديثه يعني بشوف جوارديولا لان دايما جوارديولا هو بيحب الحاجات دي المثل الاعلى بتاعي في التدريب عموما يعني ولا المثل الاعلى جوارديولا لو الطرف ايا كان بقى لان مش شرط الباك ليفت اللي يوصل او الباك رايت اللي يوصل ايا كان اللي بيوصل في المكان ده لازم يرفع عينه ويبص ويديها لحد احسن يا اما بيروح راجع تاني بالكره مدورانه لغايه لما يرجعوا لنفس المكان يشتغل مع حد يعمل كام باص مجرد ما تفقد الكره هتتعب عشان تجيبها تاني لان عشان تعمل اوفر ومحدش مكمل يبقى انت كده عملت ايه حاجه روتينيه الف ب واحد امشي يروح لا دلوقتي لما تبص حد جاي من تحت الراجل الفيرو قطع القريب يبقى انت شايف الباص بيطلع ازاي في بعض اللعيبه في مصر برده بيعملوها كويس جدا بصراحه على العرض القريبه على حد جاي من تحت من اللي بيكمله فدي معلول متفوق جدا جدا محمد هاني عملها بامتياز الفتره الاخيره محمد في بعض المباريات اقول لك سجل فيها محمد هاني ما شاء الله عليه لو بيعمل دبل باص ويروح هو يكمل محمد هاني بيهاجم ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله ربنا بس يبعد عنه من الاصابات بيهاجم ويدافع بيعمل الدورين بس محمد هاني لسه للسن ولسه بقى هيستوي هيبقى زي فتحي الناس دي مش من فراغ عدد المشاركات كتير سواء الافريقيه العربيه دوري كاس وطالما الفريق في الملعب هيعلى هيعلى وبعد كده هيبقى حافظ المكان ده من غير يعني هياخد مهام من المدرب بس يكون عنده اكتر من المدرب بيقول عليه وعندك فتحي وعندك باسم كمان حاجه جامده وباسم انا نسيت باسم برضو فتحي في الناس اللي موجود بقى خلاص حرروني بقى لنص الملعب لان فتحي اساسا حياته في نص الملعب مش في الطرف اليمين خلي بالك كان بيلعبها في الاسماعيلي وفي منتخب مصر لعب شوية. والنادي الاهلي لعب جاب اجوان في النادي الاهلي في الحته الدفاعيه ومنتهى جوزيه وكابتن حسن شحاته كل الناس حتى في اسماعيل كان بيلعب في ساعات في نص الملعب اللعيب اللي ما يكون بيريحك لما يكون عنده حلول وعنده اكتر من مكان انت بتعتمد عليه ده ما بيطلعش من التشكيل صعب تشيله بالظبط هتلاقيه باك رايت نص بالزبط. ملعب حطيته في طرف فيما فاكر ماتش الجيش كان راس حربه وراح الجون ده جاب لنا الدوري اللي حطاه بيمينه جاب لنا الدوري في الاخر كنت في الاستاد يعني هو احمد عنده ما شاء الله ربنا يرجعه بالسلام كان في الكليه الحربيه ايوه برافو عليك بالظبط فان شاء الله اي حد بيبقى اضافه للنادي بيكون مصاب بيرجع باذن الله بقوه المراكز يبقى فيها واحد واثنين وثلاثه بتقدر تحيل المدرب ولينا احنا كجماهير تبقى انت مطمن على فرقتك دلوقتي الجماهير الاهلاويه على السوشيال ميديا يا كابتن يقول لك خد قلبي يا ازارو جايبين كده رسم كاريكاتيري واحد بيطلع قلبه يقول لك خد قلبي يا ازارو فالجماهير تعرف جماهير الاهلاويه طبعا دماغها خفيفه قوي يا جماعه ما عادش عندنا قلوب نتدلع ده من كتر لما الحمد لله رب والشكر لله ان انت بقى عندك اجهزيه واقناع في نفس الوقت يعني ازارو ازارو الجماهير كلها هداف النادي الاهلي اول ما ازارو كان بس يجي له حتى شويه برد ازارو دلوقتي مروان نسى شويه ازارو مش نساهم من يعني قصدي يعني انت عارف تعبير نساهم انا فاهم عليك عندنا مروان هو اللي في الصوره دلوقتي عندنا مروان ما شاء الله وعندنا ازارو وعندنا صلاح محسن ان شاء الله يرجع برده لعيب قوي اضافه برده وعندنا رمضان وعندنا حسين الشحات وعندنا محمد هاني وعندنا علي معلول وعندنا السوليه وعندنا ناصر ان شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم سليمان جاي الاجهزيه الكتير اللعيبه الحمد لله رب اللي احنا كنا بنتمناها من زمان هتدي دفع كبير قوي في مباراه القمه اللي جايه اكيد ما زي ما احنا الفتره اللي فاتت ظلمنا كلنا فيها بما فيهم الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي رقم واحد ان كل الناس دي كانت بعيده من اصابات من عدم جوزيه يعني ما كانش لسه بدنيا بعض الناس حتى اللي خارجين من اصابات دلوقتي الحمد لله الحمد لله لما يكونوا كلهم في فورمه كويسه عاليه جدا تقدر تحيي المدرب في اختيار التشكيل المناسب حته ان مروان يلعب او ازارو او محسن صلاح محسن دي بترجع للمدير الفني بس احنا تعودنا في النادي الاهلي وفي اي نادي تاني اللي بيركب كابتن ويكون ماشي كويس صعب جدا تشيله بيموت على المكان بيموت كمان. على المكان بالزبط. يعني دلوقتي لو احمد فتحي موجود كل التقدير والاحترام ليه وبتخيرني ومحمد هاني ممكن محمد هاني يلعب لان هو اللي ماشي كويس جدا جدا بس لو في حاجات مهام تكتيكيه المدرب طالبها ممكن يشيل ده ويحط ده بالظبط وله التقدير والاحترام لان هو المدير الفني بالزبط. وعارف التكتيك اللي هحطه مين اللي هيطبقه فممكن تتفاجئ تلاقي ازارو في مباراه الزمالك ينزل ان شاء الله يكسبنا ممكن مروان ينزل يكسبنا فدي ترجع للمدير الفني لان اكتر واحد معاشره أكيد. ومعايشه أكيد. تدريبات ان هو قريب من اللاعبين بس دي بتبقى تطمنك وتطمن النادي الاهلي وجماهيره ان يكون عندك اكتر من عنصر اساسي في المركز بتاعه
غير ما انت تكون داخل على قمه زي دوت ويكون عندك وبتدور على اللعيبه بتدور على الحارس. كنا افريقيا مره معانا 14 لعيبه الله ينور عليك. فدي بتدي طبعا ارتياحيه للمدرب وان شاء الله باذن الله باذن الله الجهاز الفني يبقى مطمئن وهو بقى يحط تشكيل مناسب للمباراه وزي ما عودونا ان شاء الله يفرحوا جماهيرنا باذن الله ونكسب باذن الله ان شاء الله. اجهزت لعيبه كتير كمدرب ممكن تدي لك افكار ان انت تغير بعض المراكز يعني استغل صلاح مثلا يعني مثلا استغل صلاح محسن انا مش هلاعبه استغله كطرف استغل مش عارف مين باك رايت خليه ديفندر استغل مساكا يعني ممكن تخليه يفكر في الحاجات دي بحيث ان انا ما بقاش عندي لعيب قوي جدا وانا مش عارف العبه لان اللعيب اللي بيلعب في مكانه ماشي كويس. وجهه نظرك ان هم يشاركوا في مكان غير مركزهم في العموم يا كابتن في العموم ان يشاركوا في مكان غير مركزهم عشان يبقى ليهم مكانه بالظبط لان انت بس بشرط الاجاده اكيد الاجاده في الحاله العامه وفي الحاله الفرديه بس شرط الاجاده حسب ظروف المباراه ومتطلباتك ايه من المباراه يعني في مباراه تبقى قويه جدا جدا صعب تنزل واحد في مركز غير مركزه اللي حضرتك بتقول عليه ده ممكن يحصل امتى لو في عندك مساحه كبيره مباريات كتير جدا جدا بس لازم تجربها في مباراه وديه او مثلا انت تكون ضمنت أكيد البطوله أكيد او ضمنت البطوله بفرق 5-6 مثلا مباريات معاك مليون في الميه تلعب بقى ما ينفعش اجرب في الله ينور عليك زي اللي انا خدتها على تكيس وادي دجله كان جرب كتير في الاول جوزيه وخسر لغايه لما وقف على رجليه تاني جوزيه عملها كان فرق بين الزمالك نقاط كبيره وخد البطوله كل ما كانوش بيلعبوا بقى يلعبوا حتى جه فتره ساب الفرقه وسافر وساب الفريق للكابتن حسام بدري في المباراه دي بس خلى وائل جمعه بس يعني وائل هو اللي كان موجود من الناس اللي كانت موجوده الاساسيه فدي المدرب هو امتى يغير وامتى يجرب في المراكز لازم يكون عنده عدد مباريات كبيره ما تكونش مهمه للنادي انت بتنافس ما يجربش في فتره انا محتاجها الله ينور عليك الله ينور عليك بالظبط بس ممكن بقى فتره الاعداد انا في لعيب كويس جدا جدا مش عايزه يبعد يعني كلامك ده هيرجعني كتير انا لعبت مع النادي الاهلي باك رايت انا مش مكاني انا فاكر كنا بنلعب جمهوريه شبين فاكر والله في كاس مصر وجبت جون كسبنا 4 كان في استاد القاهره فعايز اريح ابراهيم راح ملاعبني الله يمسيه بالخير مستر فايت فدي مدرب مدرب طبعا ابراهيم ايه ما حدش يلعب عليه يعني ممكن ياكلك لا عبد الجليل رقص الفرقه كلها واداني جوه الجون مش قصدي انا بتكلم على ايه الله لان انت عندك كوره والله يرحمه كان في مدرب في نادي البلاستيك الله يرحمه لازم اتذكره بالخير لعبني باك رايت قدام النادي الاهلي في ملعب المقاولين مين اسمه ايه تفتكر اسمه محمد عماره كان مدرب السكه الحديد لازم نقول اسمه ومدرب نادي البلاستيك طلع عمالقه في نادي البلاستيك لعبني قدام النادي الاهلي كان ماسك النادي الاهلي كابتن جوهري في استاد المقاولين العرب وكنا متعادلين مع الاهلي 1-1 اخر ثانيه في الوقت الضايع محمد سيد جاب جون لعبت باك رايت فانت لما يكون عندك كوره بالمدرب ممكن يختار لك بالزبط. تبقى متواجد بس مدرب ما يجيش يجازف حطك مباراه كبيره ولا واحد في المليون ولا واحد في المليون دي انت عايز بطوله وبعدين سمعه فريق ما ينفعش تجرب ده مش حاجه لتجارب انما زي ما اتفقنا في الاعداد جرب زي ما انت عايز خدت البطوله وعندك ارتاحيه جرب زي ما انت عايز 6 ماتشات وحصلت ان شاء الله تيجي في المواسم اللي جايه وممكن الموسم ده تسبق الخصم اللاعب اللي انت عايز تلعبه قلت عبد الجليل رقص الفرقه كلها قدامك عبد الجليل كان لعيب ما شاء الله كان معانا مره يا كابتن فبقول له بقول له اسالك سؤال قال لي عارف انا عارف هتسالني ايه قلت له طب اسالك ايه قال لي هتقول لي لو الايام رجعت بيك تاني اجيب خيمه واقعد في الملعب مش هطلع منه طبعا والله طبعا بص يا كابتن لما بس ساعات بنندم في اوقات خلاص الندم مش هيجيب فيها حاجه مش بص اللي بيبعد عن الملعب بيبقى فقد حياته كرويه سيبك من انت تبقى بعيد تحلل اعلام لا الملعب دي حاجه ثانيه خالص حاجه وبالذات لما تكون بتلعب في مكان اي حد يعني يحلم بيه نفسك كمان يا كابتن لما تبقى حد قوي جدا وتاثر في حق نفسك بيجي بوقت بتندم فيه بقى على كل اللي فات بس خلاص للاسف الندم مش هينفعك في حاجه ما دي بقى يا كابتن للأسف. ميدو نصيحه لكل واحد اللي بيلعبوا حاليا بالظبط تذكروا كل اللعيبه اللي بطلت كوره كانوا لعيبه الواحد ب 100 فرقه في كل الانديه المصريه وبعد خالص عن الساحه لان هو اللي بعد نفسه بالظبط فالمفروض اللي في مكانه كبيره وبالذات مكانة زي اللي انت فيها امسك بيدك واسنانك لان مش هتجيلك تاني بالظبط بالظبط يا رب يا رب يا ربنا يوفق اللعيبه كلها يا رب يسمعوا انا بس التاريخ يعني بس الذاكره جابتنا لا طبعا لان حاجه
يعني موضوع خلانا اتطرقنا ليه كان بعيد. لا طبعا. انا اسف يعني طلعنا بره الموضوع. واللعيبه لا احنا بنتكلم في كلام مهم يا كابتن. اللعيبه اللي حضرتك بتقول عليها اللعيبه اللي بتمتلك مواهب فذة ومواهب مش موجوده اصلا واثروا في حق نفسهم انت بتزعل. طبعا انت بتزعل. طبعا الحمد لله يعني بنتكلم على امثله وبنتكلم على نماذج زي صالح جمعه. الحمد لله صالح رجع وملتزم بقوه. ده كابتن صالح كان عندنا في ام بي هو وعبد الله كنا بننزله ونقعد نتفرج عليهم احنا كمدربين يا كابتن. ننزل صالح وعبد الله نقعد نتفرج عليهم. امام كان بيقول لي امام محمدين لا, لا, لا انت بتشوف اما تشوف صالح وعبد الله بقى وهم قبل بقى ما يروحوا اهلي كانوا جايين من العريش من جنوب مش كده من جنوب صح تقعد تتفرج على احنا بنستمتع بيهم. عبد الله كان بينزل ياخد الكوره يحطها جون ياخد الكوره مثلا من المساك يروح يرقص الفرقه يحطها جون. عبد الله جمعه صالح عبد الله صالح جمعه حاجه يعني لسه جماهير الاهلاويه ما شافتش صالح بس هو بدا هو عنده كابتن بدا قال لي هو قال لي كان هنا في القناه عندنا كنا مستضيفينه قال لي خلاص انا خلاص وكان فعلا اول مره صدقه وفعلا دلوقتي صالح ما شاء الله تشوفه ما تعرفوش انا شفته في النادي قلت له انت مين هو خس بيتمرن كويس جدا هو عايز بقى فرصه صالح هي كابتن الكوره في ملعبه كوره في ملعبه محدش هيساعده هو ان شاء الله بصراحه مرن كويس نماذج جميله قوي قوي مرن كويس صالح اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي هو شايف المركز يعني بيكون متواجد هيفرق مع النادي الاهلي بس هو اللي يساعد نفسه واجتهد ان شاء الله وانا شايفه في النادي بشوفه على طول خس وبقى فورمه كويسه جدا جدا اكيد المدرب على طول بيكلمه مهتمين بيه اهتمام كبير يعني اكيد اكيد وبصراحه لسارتي كمان في حته المعامله مع اللعيبه بيفكرني بمستر مانويل جوزيه يعني بيفكرني بمستر مانويل جوزيه في المعامله مع اللعيبه بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه ودي اهم حاجه في المدرب شخصيته تتعامل مع اللي حواليك ازاي اللي بره يبقى قاعد مبسوط وهو قاعد بره واللي بره خالص مقتنع ان هو بره خالص مش قاعد بقى ضرب بوز على الدكه وقاعد بره دي تحسب للكوتش اكيد عشان بيقعد فتره شخصية. كبيره كابتن ميدو بيقعد فتره في النادي كويسه انا بشوفه على طول متواجد في النادي الاهلي انا بشوفه ما بيجيش قبل التمرين بنص ساعه ولا لا ممكن يجي بساعتين ثلاثه والله يا كابتن هي شخصيه دي تفرق ولو مدرب ما عندوش الشخصيه دي لو قعد في نادي شهرين اساسا قبل التمرين هي شخصيه موهبه من عند ربنا بتجي عشان تحس باللعيب بالظبط ويشوف مين اللي ممكن قعدتي معاه يعرف يكلمهم ازاي اطلعه اللي هو فيه زي صالح يقعدوا معاه ويقعدوا مع بعض اللعيبه الثانيه وان شاء الله باذن الله يكونوا في احسن حاله ويكونوا اضافه للنادي الاهلي يا رب يا رب. تعالى عايز تتكلم عن النادي الاهلي في حاجه ثانيه؟ لا النادي الاهلي بس بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه وان شاء الله باذن الله يرجع لمكانته الطبيعيه ويكون التوفيق حالفنا في المباراه اللي جايه باذن الله يا رب يا رب. هم دايما زي ما احنا اتكلمنا يا كابتن هم مدينا ثقه فيهم ملهاش حدود. احنا مهما الاهلي بقى عنده 14 لعيب عنده 10 لعيبه هيلعب ناقص لعيب احنا هم ادونا ثقه كجمهور ان انت تنزل تكسب ادونا ثقه كجمهور ان انت لازم تاخد المركز الاول في الدوري تاخد افريقيا عشان كده لما بنروح افريقيا وبنطلع منها نطلع منها ايه خلي بالك نطلع من البطوله من دور نهائي بتوصل نهائي تاخد مركز ثاني طبعا بنبقى هنموت صح احنا لان احنا اتعودنا ان احنا نشوف على الأول الكاس في ايد اهلاوي صح على الاول والبطوله اللي هي تبقى طموحات الجماهير وهم جماهير عندهم حق مشروع هم اتعودوا عليه فما ينفعش تخلف معاه اكتسبوه خلاص. خلاص حقهم اكتسبوه فربنا يسهل يا رب دايما. يا رب يا رب يا رب يا رب شايف اختيارات المنتخب الاخيره ايه؟ شايف شكل المنتخب مع اجيري ازاي؟ هو اجيري الفتره الاخيره انا شايفه ان هو نازل بالاعمار شويه فدي طبعا ممكن تكون مش ممكن اكيد باذن الله تكون ايجابيه حتى وبرضه بيبتدي يدي فرص هيدي فرص للناس اللي هو مثلا ممكن تكون ما شاركوش قبل كده ان عايز برضه ان ماتش النيجر الحمد لله احنا صعدنا احنا وتونس صعدنا فالفتره اللي جايه لازم يدي فرص يعني انا بسطت جدا ان هو رايح صلاح وحجازي الفتره اللي جايه مش هيكونوا متواجدين الناس اللي هي واخده مثلا الناس اللي هم الصغيرين يديهم فرصه كويسه لان انت داخل على بطوله امم افريقيه انا شايف برضه في الاختيارات في الاختيارات حتى في ناس ما خدهاش انا متاكد ممكن ياخدها بعد كده يعني انا متاكد احمد فتحي ده لو موجود يا كابتن وبيلعب ممكن ياخده ممكن ياخده الناس اللي خدها زي مثلا محمد هاني والناس دي عايز يبقى ليهم دور يلعبوا الناس اللي خدها سويرين ياخدوا فرصه كويسه لان انت مطلوب منك احلال وتجديد في المنتخب المنتخب بتاعنا منتخب قوي منتخب كويس احنا عايزين نرجع للتصنيف زي ما كنا واخدين ثلاث افريقيه قبل كده فانا شايف انه واخد سياسه كويسه جدا جدا الفتره اللي جايه بس نفسي يشارك بعض اللعيبه الصغيره المباراه اللي جايه دي انت صعدت فما يبقاش بقى يبقى خايف نيجر ونيجيريا مباراه نيجيريا مباراه قويه جدا لو عايز يشارك حد من الجداد يشاركه ياخد فرصه ولا يلعب بالفول تيم بتاعه ويشوف هو وصل لغايه فين ما هو الفول يعني
الفول تيم بتاعه هو متعود عليه وشافه قبل كده وليهم مشاركات كتير مع المدير الفني. لا شوف التانيين عشان تقف على حال كل واحد. لو في واحد عندك ماتشين تراهن عليه تمام نايجر ونيجيريا انا عايز العب كابتن ميدو. طب العبك ازاي الماتشين دول ممكن يخلوا لعبك بعد كده واعتمد عليك. ما يجيش ان انا بقى عايز يبقى فيه مشاركات لا اصل انت ما لعبتش قبل كده. المهم دول هيبقوا يعني ايه اكتر اختيار اكتر اختبار ليك تشوف فيهم لعيبه كويس جدا جدا جدا. وانا شايف هيطلع من المباراتين دول بمكاسب كبيره اكيد. او حته الحراس يعني برضه انا صعب عليا كنت لسه اقول لك عامر لان من الحراس المميزين جدا في مصر وانا بتمنى له الشفاء لان كان مميز هو اللي سبب اللي مخلي الانتاج في المكانه دي بالزبط. مع زمايله طبعا وكان عامل حاله كويسه مع كابتن مختار فربنا يشفيه يا رب في المنتخب برضه يا رب والموجودين ربنا يوفقهم وان شاء الله المصابين اللي عندنا يرجعوا تاني ويرجعوا المنتخب يعني اللي بتعب قوي زي عامر كده انا بوجه له رساله يعني ما تزعلش الحمد لله على كل شيء ما تعرفش انت فعلا دي حقيقه ولازم كلنا نؤمن بيها يا كابتن ما نعرفش اللي جاي ايه كان ممكن اللي جاي يبقى اوحش واصعب كان ممكن تلعب وتقف وكان شكلك يبقى وحش قوي ما يتوفقش بالظبط لا شكله يبقى وحش قوي كمان لدرجه الناس يقول ايه هو ايه عامر فربنا ساعات بيبتليك بحاجه عشان يفاديك من حاجه اكبر ما كابتن انا اسف اقطع حضرتك يبص لمحمد محمود جاي النادي الاهلي بالزبط. منتخب مصر بالزبط. بص في قمه التالق ومكسر الدنيا وكان لو كان كمل مش هيقعد مميز جدا ومنتخب كمان عنده طموح غريب وفي المنتخب بيعتمدوا عليه بالزبط. من الاساسيات فلا قدر شوف يعني الاصابه ان شاء الله باذن الله عامر يبص اللي حواليه ما يزعلش ان شاء الله يرجع تاني وربنا يشفيه باذن الله ويرجع للمنتخب تاني يا رب يا رب والف سلام عليك يا عمور ربنا يشفيه يا رب. شايف مين اللعيبه اللي تستاهل فرصه قوي في المنتخب وما اتاخدتش من في الدوري المصري عموما؟ لا انا رقم واحد ناصر ماهر. ناصر كان نفسي يتاخد لان كان ماشي كويس جدا الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. لما بيتاخد دي بتفرق معاه طبعا. مش عايز انا برضو في لعيبه كتير في انديه تانية بس انا من عادتي يا كابتن ميدو لما بطلع في اي حته انا ما بحبش ايه افرض عليهم ما يفكروا لا 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 احنا بننقدهم خالص خالص. انا بقول بسيب حته كده واي حد يكمل. الرؤيه الفنيه للمدير الفني بتاع المنتخب ليه بقى بلخص دي يا كابتن ميدو خلي بالك يا كابتن برضه انا بسالك اسئله اه اتفضل بسالك اسئله تفضل. الناس هي مستوعبه احنا بنتكلم ازاي عليها لو في حد بيستوعب الكلام غلط مش هسالك عليه انا عن نفسي مش قصدي يا كابتن اكيد انت بتتكلم كابتن هاني ورمزي بتتكلم طبعا شخصيه كبيره جدا طبعًا. اكيد هو عارف احنا بنتكلم عليه ما انا عشان كده ايه انا ليهم كل التقدير والاحترام بتكلم بالعموم وما بعملش مفردات ليه بقى عشان الناس تحترم بالنسبه ليهم هم عشان ما فيش حد فيهم يزعل من الاجهزه الفنيه من اول مدرب حراس لحد الاجهزه الفنيه او اللي في الاتحاد الكوره بقول الرؤيه الفنيه الاولى للمدير الفني لو اختياراته صح هيبقى في انجازات وفي ايجابيات اختياراته غلط هيلاقي نفسه بره هو الجهاز اللي معاه اكيد ولا كلامي غلط مزبوط. ففي اي حد مميز هيضم واكيد هيبقى اضافه للمنتخب بتمنى بس انا قلت ناصر ماهر كان ماشي كويس جدا جدا الفتره الاخيره وكان هو اللي كان قريب يعني لازم يتاخد. طب في لعيبه شايفه ان هي هيبقى ليها دور في كاس الامم الافريقيه ليها بوابه احتراف متعشم فيهم خير ان هم يكون ليهم تجربه احترافيه كبيره من بره مصر؟ اكيد انا مراهن على محمد هاني. محمد هاني مراهن عليه ان شاء الله باذن الله لو مشي زي ما هو مشي مع النادي الاهلي هيتنقل نقله كبيره جدا 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 لان عنده قوه عنده كل المقومات يا كابتن ان هو يحترف بره. بتاع الاسماعيلي اللي هو المدافع نسيت اسمه مين اللي هو اللي مساك مش متولي لا اللي جنبيه مين يا جماعه ملونا بسرعه ده لعيب كويس جدا جدا باهر باهر شفت باهر باهر وراح على بلد سقط مني معلش كابتن سيد طبعا الاسماعيلي ده نجم كبير الاسماعيلي ليه كل التقدير والاحترام هينورني بعد الاسماعيلي واجهه مع الاهلي والزمالك للكره المصريه ومن الانديه اللي احنا بنحبها جدا جدا يعني باهر من الناس اللي برضه مستواه كويس جدا جدا ممكن يجي له فرصه احتراف بس دي ترجع ليها يا كابتن للعيب المستوى يكون فيه ثبات وفيه قوه زي ما هو بيأدي كده يأدي مع المنتخب والمباريات هي اللي بتعليه بدول من ضمن الناس اللي ممكن ان شاء الله يكون ليها دور في الاحتراف بس يكونوا اساسيين ويأدوا بقوه زي ما بيأدوا مع انديتهم اكيد. محمد هاني كنت بتكلم عليه من سنتين يا كابتن كنت بتكلم ان محمد هاني يا جماعه ازاي ما يلعبش من سنتين بتكلم معاه كنت لسه كنا بنحلل في قناه الاهلي برضو في اللوكيشن القديم
فكانوا يقولوا له محمد هاني ابنك وقريبك. لا انا كنت شايف ان هو لعيب كبير جدا. زي ناصر، زي احمد حمدي، زي لعيبه بتبان قوي ان هي لعيبه كويسه. فان شاء الله كل التوفيق ليهم. وزي حقك وجهه نظرك برضو، انت راجل بتاع كوره، حقك يكون لك رؤيه فنيه في حد وتتمسك برايك، او رايك جيب محله ان هو لما لعب يعني اكد كلامك. فانت كنت مراهن على حاجه كويسه ان هو من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون في منتخب مصر يا رب يا رب باذن الله. تعال نشوف تقرير عن راي الجماهير في قرعه الاهلي الافريقيه ونرجع نكمل الحوار. اكيد اتفضلوا. قرعه كويسه ومع فريق كويس يعني سان داونز قبل كده في كانت 3 مواجهات واحنا خلصناها لصالحنا وكده، فباذن الله يعني بتمنى ان احنا نعدي من الدور ده عشان خاطر نوصل على نص النهائي باذن الله. انا شايف القرعه عادي ما فيهاش اي حاجه، والاهلي لو وقف مع اي فريق عادي الاهلي كده كده هيفوز باذن الله وهياخد البطوله. انا شايفها قرعه متوازنه، وكمان ان الاهلي يعني هيلعب مع سان داونز، هو سان داونز يعني ما عرفش يكسب الاهلي في المباريات اللي لعبها معاه، فده برضو ممكن يبقى دافع كويس للاعيبه النادي الاهلي. انا شايف ان هي قرعه تمام، وان شاء الله الاهلي هيصعد على سان داونز. القرعه والله الاهلي سان داونز فريق كبير، بس احنا في الماتشات اللي بره نركز شويه، الاوي جيما بيجيبار وسيمبا وفيتا كلوب كانت النتائج، ونفس الوضع برضه في البطوله اللي فاتت مع الترجي وقبله اتحاد العاصمه. فبره الاهلي يركز انه النتائج بره، والدفاع لو رجع رامي ربيعه هيفرق معانا كتير. القرعه يعني حلوه شويه، بس انا فريق سان داونز مش هننسى طبعا اللي عملته مع الزمالك هنا في مصر، ان الزمالك برضه كان غالب هناك على ارضهم وجوم هنا اتغلبوا، بس يعني هي ماشيه مع المدير الفني الجديد مانو لاسارتي، يعني هو مدرب حلو وفكره حلو، وان شاء الله يعني البطوله لينا يعني افريقيا اهلي والتاسعه اهلي باذن الله. الاهلي معودنا يعني ما فيش حاجه بتقف قدامه، وربنا يوفقه باذن الله. والاهلي ده احسن فريق في افريقيا، والقرعه الحمد لله صعبه شويه، بس ربنا يوفق الاهلي باذن الله. أهلا بحضراتكم من جديد. لو سألت أي حد من الجمهور أقول لك إحنا كلنا ثقة في النادي الأهلي مهما كان المنافس مين، لكن في ناس متخوفة من سان داونز، لأن عارفة سان داونز فريق قوي جدا، فريق مش شرط إن هو يلعب بره أرضه أو جوه أرضه، هو فريق ليه شكل وليه أسلوب وليه ستايل معين. أنت واثق قلقان من إيه؟ شايف الحالة الدفاعية بتاعتنا، الحالة حالة خط الوسط بصفتك طبعا كنت لعيب كبير في الحتت دي، شايف الدنيا إزاي؟ لا أنا طبعا التقرير كويس جدا، الناس قلقانة من المنافس قوي ان هو سان داونز، بس طبعا احنا عندنا ثقه في ربنا كبيره ثم في لعيبه النادي الاهلي ان هم يتخطوا الدور ده باذن الله، ونلعب ان شاء الله مع الوداد او الحريه الكيني. حته بتاعه خط الظهر او نص الملعب، الحمد لله عوده ياسر ابراهيم وعوده سعد سمير وايمن اشرف، دول بيبقى قوه ضربه في الحته دي اللي هي كان فيها اصابات قبل كده، كان الظروف كانت خارجه واحد. كان الظروف خارجه عن المدرب. حته برضه الوسط بوجود السوليه وندفد والاطراف عوده علي معلول وجوزيه هاني، لا انا مطمن ان شاء الله نص ملعب النادي الاهلي ودفاع النادي الاهلي وحراسه المرمى في النادي الاهلي، وباذن الله المهاجمين والناس اللي تحت المهاجمين. الاهلي الحمد لله وصل لجهوزيه كويسه، نتمنى من الله التوفيق ليهم الفتره اللي جايه، وان شاء الله يحققوا امال جماهير
النادي الاهلي الكبير هنا. يا رب، وانا بتمنى لك التوفيق يا كابتن دايما. اشكرك كابتن ميدو، انا كنت سعيد جدا اني كنت موجود معك. ربنا يخليك يا رب. حبيبك، اشكرك شكرا جزيلا، بتنورني وبتشرفني. الله يحفظك، وبستمتع بارائك بصراحه. الله يخليك، اشكرك جدا يا كابتن. اشكرك. بعد الفاصل معايا النجم الكبير الكابتن سيد بزوكا، نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لقطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي. استنونا بعد الفاصل.